أحسن إليكم يا شيخ. بالنسبة يا شيخ لمسألة الصيام، ذكر بعض الفقهاء أن النخامة تفطر في الصوم. طيب هل ممكن نقيس عليها شيخ الصلاة؟ بيع النخامة في الصلاة هل يفسد الصلاة باعتبار أنه؟ أولا بارك الله فيك، الفقهاء ما أجمعوا على هذا، بل مذهب الإمام أحمد قولان، هل تفطر أو لا. وثانيا أن المراد بالنخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم، وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر. ولا أظن أحدا تصل النخامة إلى فمه فيبلعها، ما أظن أحد يفعل ذلك لأنها مستكرهة. لكن على كل حال الفقهاء يقولون، إذا فقهاء الحنابلة أكثرهم يقول إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صوته. وقياس ذلك أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة، إذا قلنا إن هذا بمعنى الأكل. لكن لا أرى، لم يمر علي أنهم ذكروا ذلك في الصلاة، مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها فيه نظر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولم تخرج من يعني ولم تدخل إلى جوفه، بل لم تزل في جوفه. وإن كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن.